وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد الجليل الطريف عضو مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية. سيد عبد الجليل، بعد التحية، في ظل الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مملكة البحرين خلال الآونة الأخيرة، لو تحدثنا عن أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والرسالة التي تحب توجيهها في هذا السياق. شكرا جزيلا، التحية لك وللإخوة المشاهدين الكرام. بداية يشرفني أن أرفع أسمعيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على التوجيهات السديدة بوضع كل الإمكانات وتجنيد كل الطاقات لمحاصرة هذا الوباء واحتواء هذه الجائحة الخطيرة. والشكر موصول إلى الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية الذي يطلع بمسؤوليات تاريخية وكبيرة في التصدي لهذه الجائحة، وفي الواقع يبرز هنا دور فريق البحرين الطبي برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة في معالجة تداعيات هذه الجائحة بما يصدر من إرشادات وتوجيهات وتدابير وبروتوكولات احترازية يتوجب الالتزام بها. وبالفعل أظهر التعاطي على هذه الجائحة وتداعياتها معدن شعب البحرين الكريم الذي جسد روح التعاون والتعاضد في مواجهة هذه الجائحة بكل عزيمة وإصرار، وبرزت بكل جلاء الروح الوطنية العالية التي يتميز بها هذا الشعب. وبالتالي الواقع أن البحرين تبوأت المركز الريادي في هذا المجال. نحن في مجلس الأوقاف الجعفرية برئاسة سعادة الأستاذ يوسف بن صالح الصالح والإخوة الأعضاء عملنا في الواقع كفريق عمل واحد من البداية على ترجمة كل هذه التدابير والتوجيهات، والواقع قمنا بالاتصالات بالمسؤولين عن المعاتم والحسينيات، بل في بداية الجائحة الواقع أرسلنا العديد من الموظفين لوضع الملصقات ووضع الأمور الإرشادية التي تؤكد على ضرورة الالتزام بهذه الأمور الاحترازية. أيضا كان هناك دور لخطباء المنابر في توعية الجمهور، وكل ذلك في الواقع كان يصب في ضرورة أن يلتزم الجمهور، كل فرد في هذا المجتمع لابد وأن يكون ملتزما بكل هذه التدابير وبكل هذه التوجيهات. في الواقع أن يعني البحرين كان لها دور رائد ومشرف، وبالتالي كانت حصيلة الإصابات في الواقع تتجه نحو الأدنى، ولكن للأسف الشديد يعني لعدم التزام البعض بهذه الأمور الاحترازية أدى إلى تصاعد للأسف الشديد هذه الإصابات. بالتالي يعني هذا أدى إلى أن يرتب علينا نحن كجهة في الواقع نعمل كفريق عمل مساند إلى فريق البحرين الوطني يرتب علينا مسؤوليات، وفي الواقع نحن زدنا من وتيرة الواقع الاتصالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الاتصالات الهاتفية مع كل المسؤولين وكل الخطباء في مملكة البحرين، وكنا نؤكد على ضرورة يعني قيامهم بمسؤولياتهم في هذه الفترة المفصلية والتاريخية الواقع، ولأن كل فرد في هذا المجتمع هو بقدر ما هو مسؤول عن نفسه هو مسؤول
عن بقية أفراد المجتمع، وبالتالي هذا يعني يحتم ويوجب على الجميع ضرورة الالتزام. نحن ثقتنا كبيرة الواقع في أن شعب البحرين بما يمتلك من وعي وحضاري في الواقع يعني لابد وأنه يتفاعل مع كل هذه النداءات وكل هذه الإرشادات والتوجيهات، لأنها في الأساس تصب في صالح الجميع وفي صالح البلد، ويعني مثل ما نقول لابد وأن الإنسان يعني يتأكد من ضرورة أن يكون ملتزما بكل هذه الأمور ليحافظ على نفسه ويحافظ على غيره، ويعني إن شاء الله تمر هذه الجائحة إن شاء الله بإذن الله تعالى بسلام بإذن الله تعالى. نعم نعم. السيد عبد الجليل الطريف، عضو مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.